طبعا فضلت انه انا ما تجيني من ورا هيدا الشيء، من ورا هيدا الغلط، من ورا اللي من ورا انه انا قد ايه عم عصب من هيدا الموضوع، قد ايه عم عاني انه انا ما عم بقدر جيبها، انه حتى هيدي ما عم بقدر جيبها. يعني اوقات استعمل شقف هي وحفاضات بنتي قصن لثلاث قطع، قطعتين امرار، حتى اذا اكون رايحه محل ما نفذ لبرا. يعني من ورا هيدا الشيء صرت عاني كثير من سعر الفوط. بتفضلي تجيبي شيء لولدك، بتفضلي تجيبي طعمي شيء لولدك بهيدا السعر اللي انت عم تجيبي فوط فيه.